خلونا ناخد احد اعضاء مجلس النواب ونعرف رايه ايه فيما يدور من احداث متعلقه بتعديل بعض مواد النواب بعض مواد الدستور. معي على الهاتف النائب طارق الخولي. سياده النائب مساء الخير. مساء النور دكتور خالد، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. اهلا بك. يعني هل لك ان تطلعنا على ما جرت عليه الامور اليوم في مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديلات المقترحه على بعض مواد في الدستور؟ اليوم شهد مجلس النواب انعقاد لاجتماع للجنه العامه، ويعني طلعت على ما صدر من تقرير للجنه الفرعيه المشكله من مكتب المجلس بما يتعلق بالتعديلات الدستوريه المقدمه من كمس عدد اعضاء مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر، وتم التاكيد على يعني مناقشه اكثر من تعديل، بدايه من التاكيد على الحفاظ على نسب التمييز الايجابي فيما يتعلق بالمراه والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه وغيرها من الفئات اللي كان لهم تمييز في الدستور الحالي لمره واحده فقط في البرلمان. الان هم مستمرين في التمييز الايجابي ومستمرين في الحصول على الفرص في الاستمرار في الحفاظ على شكل مجلس النواب وفيما بعد مجلس الشيوخ ايضا بوجود نسب من هذه الفئات، وبالتالي يظل هناك وجود لهذه الفئات وقدره على ان تعبر عن ذاتها وان تشارك في عمليات تشريعيه ورقابيه. ايضا كان فيما يتعلق بتعيين او وجود نواب لرئيس الجمهوريه، ويمكن احنا يعني بشكل عام الدساتير هي انعكاس لتجارب الشعوب ولتجارب فيما يتعلق بالعلاقه بين السلطات والعلاقه بين الحاكم والمحكومين. طب سيادة النائب، بعيدا سيادة النائب يعني بعيدا عن المضمون، خليني بس في الشكل، خلينا نضبط الشكل القانوني للاجراءات التي كانت في حاجه للتعديل، وبالتالي التركيز هنا على وجود غرفه ثانيه لمجلس للبرلمان. الهدف منه هو اولا ان وجود تمثيل اكبر من ممثلي الشعب داخل مؤسسة البرلمان، أيضا أنه يتخذ القرار على درجتين، لما يتخذ القرار على درجتين من جناحي للمؤسسة ده بيوصل لقرار أفضل، بالذات إذا كان مجلس الشيوخ يعني متطلع لوجوده بيحتوي على عدد كبير من الخبرات ومن الشخصيات اللي لها جانب فني متعلق بالتشريع والرقابة. طيب. يعني بالإضافة لده طبعا للمسائل المتعلقة ب 25% لتمثيل السيدات في البرلمان، وأيضا فيما يتعلق بمسألة وجود نواب لرئيس الجمهورية هي تهدف بالأساس أيضا لدعم قدرات مؤسسة الرئاسة في وجود ملفات منوطة بنواب الرئيس يستطيع من خلالها أن يعكس أداء إيجابي أكثر وأكثر يصب في صالح الأداء العام للدولة ككل. طيب. بشكل عام هذه التعديلات المقدمة هي هتخضع للمناقشة على مدار 60 يوم قادمين داخل مؤسسة البرلمان، وهنخرج بأفضل ما يمكن، وبالتالي يعني هذا التقرير هو تقرير مبدئي هيتم الموافقة عليه نعم من خلال الجلسة العامة من خلال الجلسة العامة بشكل مبدئي، ولكن ستخضع لمناقشة وافية وكبيرة على مدار الفترة المقبلة على مدار 60 يوم للخروج بأفضل التعديلات اللي بتصب في النهاية في صالح تطور الوضع السياسي وفي صالح القدرة على تدعيم البنية السياسية للدولة. طيب انت كده سامعني كويس يا سيادة النائب؟ دكتور خالد. طيب هستأذنك في إجابات قصيرة. أنا بعتذر لأنه يعني أنا بعتذر لأنه متواجد في برلين ضمن وفد برلماني في زيارة البوندستاج، فيمكن تمام ربنا معاكم. أنا هستأذنك في إجابات قصيرة على بعض الأسئلة. استيفاء الشكل في هذا الطلب يتضمن أن يكون خمس الأعضاء قد تقدموا التعديل المراد فعلا، يعني التعديل نظر أمام اللجنة العامة، صح أم خطأ؟ نعم صحيح، بيحصل بداية أنه خمس عدد أعضاء المجلس بيتقدموا التعديل، وبناء على هذا التعديل بتنعقد اللجنة العامة للبرلمان، واللجنة العامة دي مشكلة من الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان إضافة لرؤساء الهيئات البرلمانية. هذا هو تشكيل اللجنة العامة اللي بتفحص وبتدرس
من حيث الشكل والمضمون التعديلات المقدمة، وإنها تستوفي كل الشروط المتعلقة بالقدرة على تقديم خمس عدد أعضاء المجلس لتعديلات. تمام يا فندم. وده ما تم من خلال اجتماعين على مدار الفترة الماضية. عظيم. أرجو برضو أن نحافظ على الإجابة القصيرة عشان ناخد أكبر عدد من الأسئلة. هذه الاجتماعات للجنة العامة تمقد عنها الآن أنه سيصبح هناك تقرير في يد كل عضو من أعضاء مجلس النواب به ما انتهى إليه رأي اللجنة العامة وبه أيضا نصوص التعديلات. الكلام ده هيبقى إمتى؟ الكلام ده هيبقى خلال الفترة المقبلة، لأنه التقرير النهاردة تم من خلال اللجنة العامة، إصدار موافقة مبدئية أو موافقة من قبل اللجنة العامة بأغلبية الثلثين على ما تقدمت به ما تقدم به خمس عدد أعضاء المجلس من طلب للتعديلات، وبالتالي التقرير هيكون متاح للأعضاء خلال الفترة المقبلة تمهيدا للعرض على الجلسة العامة للأخذ الموافقة المبدئية من الأغلبية البسيطة داخل البرلمان في خطوة تالية فيما يتعلق بخطوات تعديل الدستور. طيب عايزين نأكد للناس برضو في إجابة قصيرة أنه يحق للنواب جميعا أن يطرحوا ما يشاؤون من اقتراحات حذف أو إضافة أو إلغاء الفكرة بشكل عام، كل ده يحق للنواب في التصويت النهائي. ده صحيح تماما دكتور خالد، وبشكرك على هذا التأكيد، وبأكد مع حضرتك فعلا أنه ما هو مقدم هو مسودة فقط نتحدث ونتناقش حولها، ولكن هناك حق أصيل لكل نواب البرلمان أن يتقدموا بأبحاث ويتقدموا برؤى ويتقدموا بتعديلات إزاء أي مادة من مواد الدستور أو يلغي ما قام به أو تقدم به خمس عدد الأعضاء أو يضيف إليه أو يحذف منه. كل هذه الأمور هي قابلة للمناقشة وقابلة للعمل عليها خلال 60 يوم القادمة إن شاء الله. خمس الأعضاء حضرتك ذكرت أنهم الخمس جميعا من ائتلاف دعم مصر، أم أن هناك آخرين برا دعم مصر قدموا الاقتراح؟ الأغلبية منهم هم من أعضاء ائتلاف دعم مصر، لكن هناك آخرين من الأعضاء المستقلين داخل البرلمان أيضا انضموا أو كانوا جزء من هذا الخمس في التقدم بهذه التعديلات. تمام. سيادة النائب طارق الخولي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.